السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة ساينس كابيتال مع الأستاذ محمد سعيد رحمي. يلا بينا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله اعزائي الطلاب هنكمل كونسبت 1 بلانت نيدز اكتيفيتي نمبر 17 ريكورد ايفيدنس لايك ا ساينتست، ازاي ان احنا نسجل البيانات والمعلومات بتاعتنا ونجاوب على الاسئله كعلماء. وقبل ما نبدا الاكتيفيتي ده انا حابب اعرض عليكم بس مراجعه سريعه. الشريحه اللي قدامكم ديت بتبين اهم النقاط اللي احنا خدناها الحصه اللي فاتت وطرق الايه السيد ديسبيرزل او طرق انتشار البذور، فعايزك تكتبها او كملخص يعني اللي احنا خدناه. احنا خدنا الكوكونات سيد، الطريقه بتستخدم الووتر ديسبيرزل او عن طريق الايه الانتشار عن طريق الماء، وطبعا لازم يكون فيها شويه هواء او هولو فروم انسايد اند فلوت اون ذا سيرفيس اوف ووتر، وبتعوم على سطح الميه. وخدنا المابل سيدز وخدنا التوميتو سيدز والباردوك سيدز اللي هو نبات الارقاطيون والداندليون اللي هو الهندباء اللي بيطير في الهواء. يعني عايزك تذاكر الشريحة دي كويس زي ما تقول ملخص يعني لطرق الانتشار المختلفة. وربنا سبحانه وتعالى قلنا انه حط طرق الانتشار دي في البذور علشان ما يحصلش بينها كومبيتيشن او تنافس، وعشان يبقى عندها كل الاحتياجات اللي هي عايزها. يبقى كل البذور اللي قدامنا دي وكل الاشكال اللي قدامنا دي هدف عملية الانتشار اصلا فيها، او ان يعني ان النبات ينقلها لبيئة جديدة بحيث تلاقي مية واكل واملاح وكل الحاجات اللي هي محتاجها. النهارده ان شاء الله هيقول لك بقى في اكتيفيتي جديده هنستخدم الفور ستيبس اللي احنا خدناهم قبل كده، اللي هي الكويشنز والكليمز والايفيدنس والساينتفك اكسبلانيشن، في ان احنا نجاوب على سؤال مهم جدا عن الاكتيفيتي ده. فبيقول لك يو هاف ليرند ا لوت اباوت بلانت نيدز اند بلانت ستراكشرز اند ان ذيس اكتيفيتي which will be respected at the end of each concept we will learn how to think like a scientist to answer a question about one of the main points of this concept through four main steps. يعني بيقول لك في كل كونسبت هناخده لازم ننهي باكتيفيتي زي ده نستخدم فيه الاربع خطوات دول علشان نجاوب على السؤال الاساسي اللي الاكتيفيتي او الكونسبت كان عايز يجاوبه. هو اصلا هيبان في الشرح اهو السؤال الاساسي بيقول لك how do the structures of the plant، ازاي تراكيب النبات المختلفه get or use الووتر والاير واللايت to perform life processes، عشان تجري او تعمل الانشطة المهمة في الحياة. يبقى ده السؤال الاساسي اللي لو انت معرفتش تجاوبه يبقى مفيش اي نشاط او اي اكتيفيتي في الكونسبت ده انت استفدت بيه. يعني هو بيقول لك اشرح لي كده النبات اللي مزروع في البيئة ده ازاي قدر يستخدم عناصر البيئة دي او قدر يحصل عليها اساسا علشان يعمل عملياته الحيوية. يعني هو بيستفاد منها ازاي، بيعملها ازاي، بيعمل بيها ايه، بياخدها ازاي، ايه اسم العمليات الحيوية اللي بيعملها اللي بيدمج بيها العناصر دي ويعمل الجلوكوز او الشجر. كل ده لازم نجاوبه بقى علشان نفهمه اجابه الاكتيفيتي ده ازاي. فقال لك طيب الخطوه الثانيه، عشان تجاوب اي سؤال انت بتحط شويه افتراضات او جمل كده، فانت بتقرا السؤال كويس تفهمه تحلله في مخك وتبدا تقول له طيب تعال بقى نفترض كده مع بعض شويه كليمز او افتراضات للاجابه. فمثلا النبات ده to obtain their basic needs، عشان النبات يلبي احتياجاته الأساسية من الووتر والإير واللايت، plant uses specialized structures، يعني النبات بيستخدم تراكيب معينة to obtain their basic needs of water and air and light. يعني بيقول لك أكيد النبات عنده في جوه جسمه تراكيب معينة هي اللي قدرت تخليه ياخد المية والأملاح وثاني أكسيد الكربون والصن لايت وكل الحاجات اللي هو عايزها. يبقى لازم يكون عنده structures أو أعضاء أو تراكيب جوه جسمه هي اللي تجيب له الحاجات دي. زي انت برضو انت جعان عندك جهاز الهضمي عندك جهاز تنفسي وهكذا، يعني كل حاجه في جسمك لها وظيفه عشان في النهايه البيزك نيدز بتاعتك انت تلبيها. اهو النبات زيك برضو. يبقى ده اول افتراض انا قلته. الافتراض الثاني ان each part of the plant has a function، كل طالما هم تراكيب مختلفه يبقى كل واحد له function مختلفه to help it survive، عشان يقدر يعيش او يستمر او ايه يكمل حياته. ولاحظ ان احنا ما عملناش خطوه الكليمز دي الا لما درسنا كويس قوي الخطوه اللي قبلها. اهو بيقول لك اهو نوت Your claim should be formed of a sentence that give an answer، بتحاول تجاوب for the previous question in the step number 1. يعني خطوة الكليمز دي عمرك ما هتجيبها مظبوط إلا لما تحاول تجاوب
من خلال معلوماتك واللي انت درسته عن السؤال اللي انت خدته قبل كده. طب سؤال بقى، ليه ما قلناش ان هي دي الخطوه الاخيره والموضوع انتهى على كده؟ انت سالتني سؤال وانا جاوبتك عليه. قال لك لا، نفترض اجابتك دي انا شاكك فيها يا سيدي، انا عايزك تديني دليل على كلامك، عشان كده حطينا له الخطوه الثالثه. ايه الايفيدنس بتاعك؟ يعني ايه الدليل على الكلام اللي انت قلته؟ هنقول له بسيطه، مش انت عايز ايفيدنس؟ فاي سؤال في الاختبار يقول لك وات از ذا ايفيدنس، قول له باي نوينج ذا ساينس اوف فيسيولوجي، أو بدراسة علم الفسيولوجي عن the science of anatomy وعلم التشريح اللي احنا قلنا عليهم قبل كده اللي هو علم تشريح وظائف الأعضاء، we found that اكتشفنا أن، وتقول له بقى أن في root hairs وفي stomata وعندك ال green leaves وعندك ال stem الزيلم والفلوم، تقعد بقى تقول له الأنسجة اللي هي ما نقدرش نجيبها إلا تحت الميكروسكوب بقى، وهي دي الإيفيدنس الأعضاء اللي أنا لقيتها بتعمل كل واحدة وظيفة معينة، فبالتالي قدرت أعمل الوظيفة الكبيرة. يبقى اديله بقى الإيفيدنس، لازم بقى تقول له المقدمة دي. هو هنا دخل على طول في الإجابة، قال له in most plants the roots suck up water، أو ممكن تقول root hairs بقى كمان، and the nutrients from the soil، and then the stem moves the water up to the leaves اللي هي فيها الزيلم، خلاص، and if a green plant is placed in a dark place، وبرضو خدنا دليل على الكلام، ولو احنا سبناه في مكان مظلم تمام many days the leaves will turn yellow and the plant will die، ومن يبقى النبات محتاج ضوء شمس والورقة بتعمل بناء ضوئي، بدليل لما نحطه في حتة ضلمة النبات بيموت خلاص. so وبالتالي green plants need sunlight to survive، دي كلها ايفيدنس، أدلة، يا إما من علم التشريح وظائف الأعضاء يا إما من التجارب اللي إحنا عملناها قبل كده خلاص. فأنت اتكلم معاه من الناحية دي، من المنطلق ده، ايه الادله؟ خلاص، يا اما تقول له تجارب، يا اما تقول له تراكيب دقيقه انت جبتها من دراسه التشريح الدقيق للنبات والاجزاء المختلفه بتاعته. خلاص يا شباب، دي الخطوه الثالثه. وفي النهايه لو عايز تشرح اي حاجه بالتفصيل شويه، ان البلانت ابزورب ووتر اند نيوترانس فروم ذا سويل ذن ستيم ترانسبورت ذم تو ذا ليفز ثرو زايلم، والبلانت ليفز ابزورب كربون دايوكسيد فروم اير ثرو ستوماتا اند ابزورب ذا سان لايت ثرو كلوروفيل، وبتمتص كمان ضوء الشمس من ايه؟ من خلال صبغة الكلوروفيل الموجودة. يبقى أنت كده وآخر حاجة تقول له بقى during photosynthesis process the green leaves use the light energy from the sun to combine the carbon dioxide from the air with water to produce glucose sugar أو البلانت فود and oxygen gas that all living organisms need to breathe. يعني انت بتقول له في النهايه ان انا الساينتفك اكسبلانيشن بتاعي ان انا بقول لك ان بعد ما الجذور امتصت الايه الميه ديت او المواد والساق او الستم بتاعت النبات نقلتها، الورقه او الجرين ليفز بماده الكلوروفيل اللي موجوده فيها بدات تاخدهم كلهم وبدات انها تعمل عمليه فوتوسينثيسيس بروسيس وبتنتج بيها سكر الجلوكوز اللي هو الشجر او مصدر اوف لايت او السورس اوف عفوا سورس اوف انرجي، وانتجت بيها كمان الاكسجين جاز اللي كل الكائنات الحيه عايزه تنفسه، ومصدر الطاقه السورس اوف انرجي فور ذيس بروسيس اللي هي فوتوسينثيسيس هي الصن او الصن لايت. يبقى انت كده قلت له تفسير دقيق لليه المواد دي كلها انا باخدها، وممكن تقول له بقى في النهايه اجابه السؤال. اوعى تنسى بقى الحته دي، تقول له سو يعني مش هو بيقول لك ازاي النبات بيقدر يستخدم التراكيب دي، يبقى سو ذا بلانت يوز اتس بارتس او ديفرنت بارتس تو جيت ووتر اند اير اند نيوترنس تو كومباين ذيس ماتيريالز اند تو ميك اتس فود تو ميك او تو اوبتين انرجي او عشان ياخد الطاقه، اند ذيس انيبل ذا بلانت تو ميك اول اوف اتس فيتال بروسيسز، وده بيمكن النبات ان هو يعمل كل وظائفه الحيويه. تمام. طيب لو واحد ما بيحبش يكتب كتير بقى، عايزين نختصرهم بقى شويه، ناخدهم تاني باختصار كده او مراجعه سريعه. السؤال كان بيقول لك هاو دو بلانتس ميك ذير فود او يو عفوا ميك يوز اوف ووتر اند اير اند لايت فور فيتال بروسيس، يعني ازاي انا خدت مواد بسيطه ما فيهاش طاقه زي الميه والهواء ومجرد شويه ضوء كده علشان اطلع طاقه تخليني اعمل كل العمليات الحيويه اللي في جسمي، النمو والتكاثر والاحساس والتكيف والحاجات دي كلها. يبقى نجيب له بقى بالتدريج كده الخطوه بتاعه الكليمز، هتقول له باختصار كده ذا بلانت ديبند اون اتس بارتس تو اوبتين بيزك نيدز ساتش از ووتر واير وسان لايت، ماشي، او ممكن تقول له الووتر فروم ذا روتس والاير فروم ذا ستوماتا والسان لايت فروم ذا كلوروفيل او الجرين سيلز مثلا، وممكن تقول له الزيلم اند فلويم تو ترانسبورت اي ماتيريالز خلاص. وبعد كده each part of the plant has a function to help it survive
وكل جزء في النبات له وظيفة عشان يعملها. ممكن تقول له مثلا الروت فيكس ذا بلانت اند ابزورب نيوترنتس او ووتر اند مينرالز، وتقعد تقول له في الجدول اللي احنا قلنا الوظائف اللي قبل كده لو عايز تزود، مش عايز خلاص. بعد كده الايفيدنس قدامك اللي احنا قرناهم بالتفصيل، ان البلانت روت ابزورب مش الووتر ومش عارف ايه، البلانت ستيم ترانسبورت كذا، البلانت ليفز ابزورب اير اند ايه كربون دايكسيد جاس تو ميك فود باي فوتوسينس بروسس، والسان لايت از وان اوف ذا بيزك نيدز اوف ذا بلانت او ذا سورس فور ذا فوتوسينس بروسس. وبعد كده الاكسبلانيشن اللي احنا قلناه من شويه، ان احنا you find in plant leaves that light energy emitted by the sunlight is converted into chemical ايه energy. دي ممكن تقولها برضو لانها مهمة جدا، ده الشرح بتاعك بقى، ان انت كده قدرت تحول الطاقة الضوئية لطاقة كيميائية. وكمان and if the basic needs of the plants are not met، يعني ما تمش تلبيتها او توفرها، it will not grow and may die because there is no energy and life on earth will end because there is no oxygen. يعني كمان الاكسجين هينتهي من على كوكب الارض. انا عارف ان مش لازم تكتب كل ده، يعني مش لازم تقول نفس اللي انا قلته، مش لازم تقول نفس اللي الكتاب كاتبه، اكتب من معلوماتك انت، بس حاول ان انت تاخد الموضوع بترتيب منطقي. السؤال كذا، يبقى انا هقول افتراضين، في ادله على الافتراضات دي قلنا من علم التشريح وعلم وظائف الاعضاء ومن التجارب اللي احنا خدناهم، حاول تشوف الكونكلوجنز بتاع التجارب اللي احنا خدناهم في الاكتيفيتيز اللي فاتت، وبعد كده هتقول له شويه شرح من اللي انت قلتهم، ان ضوء الشمس بيعمل ايه، ان البناء الضوئي بيحول الطاقه الضوئيه الكيميائيه، ان الانرجي دي بتستخدم في كل الفايتال بروسيس. لازم يكون في اجابه بقى للسؤال في الحته الاخيره دي، لازم ترد عليه وتقول له وبالتالي المواد البسيطه اللي ما فيهاش طاقه ادتني شجر، اداني طاقه، قدرت اعمل فايتال بروسيس بتاعتي. اوعى تنسى تجاوب على السؤال في الخطوه الاخيره. خلاص يا شباب، كده نكون خلصنا الاكتيفيتي الاولاني ده اللي هو اكتيفيتي نمبر اي 17. بعد كده ابطلنا عندنا اكتيفيتي رائع جدا جدا، وهو اوبتيكال اكتيفيتي. ممكن يكون مش مهم قوي، بس فيه يعني حاجات رائعه جدا في بيئتنا وفي حياتنا بتفيدنا. الاكتيفيتي بيقول لك فارمرز جروينج بلانتس، يعني المزارعين والفلاحين ازاي يزرعوا النباتات بقى في بيئتنا. لو انت ماشي كده راكب العربيه كده وفي اراضي زراعيه جنبك، وهتشوف بقى في مثلا ناس زي الصوره اللي قدامنا اللي قدامك ديت بيروا الارض بطرق مختلفه. فبيقول لك اهو irrigation of agricultural plants، يعني ري النباتات الزراعيه. يا ترى اللي عنده ارض بيروي الارض دي ازاي وبيكفيها ميه ازاي؟ ولو كانت ارض كبيره زي الارض اللي قدامنا دي، يا ترى يعني احتياجات الارض دي من الميه بيديها لها ازاي؟ فبيقول لك مثلا الشريحه اللي بعدها we have previously studied that water is one of the basic needs for the plant، يعني ما فيش نبات في الدنيا هيعيش من غير ميه. يبقى طالما الاراضي دي فيها مزارعين، يبقى اكيد المزارعين دول ودوا ميه للنبات بطريقه من طرق مختلفه. وبما ان المايه زي ما انت شايف مش كتيره قوي ومش هتكفي النباتات دي كلها والارض دي كلها، يبقى لازم يكون في طرق استخدام معينه للميه. يا ترى بقى بيعملوا ايه؟ طيب تعال نشوف كده. بيقول لك اهو وات دو فارمرز دو تو الريجيت بلانتس، يا ترى المزارعين بيعملوا ايه عشان يروا النباتات؟ ويتش وذ ذا رايت اماونت اوف ووتر، يعني بيروا النباتات بالكميات المناسبه من الميه. خلي بالك، حط تحت كلمة كميات مناسبة دي ألف خط، لأن في نباتات لو قللت الماء اللي هي بتاخدها النباتات دي ممكن ما تطلعش المحاصيل أو ما تطلعش المحصول بالجودة اللي أنت عايزها، ولو زودت المية ممكن النباتات دي كتر المية يخليها تموت وتتخنق وتغرق، إن النبات ممكن يغرق ويموت لأن هو مش محتاج المية دي كلها، والجذور بتاعته بتتنفس. لما أنت تغرق الأرض مية، الجذور دي الأكسجين مش هيوصل لها كويس خلاص، وبالتالي النبات بيموت بيعفن بيبوظ. فتبص تلاقي لا، كل حاجة لازم بحساب. فازاي بقى؟ قال لك بقى تعالى، ممكن تكون طرق جديده، ممكن تكون طرق قديمه، زي ما انت شايف الخراطيم السوداء اللي في الارض دي، زي ما انت شايف برضو ساعات كان بيعملوا كده مجرى كده من الطوب والاسمنت الميه تعدي فيه، زي ما انت شايف وسط النخل كده. يبقى كل نوع من المزارعين وكل بلد بتحاول تعمل بطريقه مختلفه. في ناس بيضخوا ميه في رشاشات ميه كده زي ما انت شايف برضو بيروا بيها المحاصيل، وفي ناس بيجيبوا نوع من انواع المواسير تانية خالص وبيغلفوا النباتات بمشمع وتقعد تنقط عليه نقط كده اللي هو الري بالتنقيط. يبقى في الري بالرش وبالتنقيط، وفي ري بالغمر بقى، الغمر ان انت تغرق الارض ميه، ودي قديمه دي ما عادش حد بيستخدمها بس هنشوفها برضو. وزي ما انت شايف الطرق الحديثه كل ما تبقى الميه متنظمه كده في مواسير صغيره وبتنقط على النباتات، كل النبات ياخد الكميه اللي هو عايزها، انت ما تهدرش في الميه، وفي نفس الوقت تلاقي لا في امراض ولا في افات ولا جراثيم ولا اي حاجه في الارض بتاعتك خلاص. فبيقول لك بقى بناء على اللي احنا خدناه ده، او بناء على اللي انت شايفه ده، بيقول لك اهو عايزين نعرف بقى ان الفارمرز وات دو فارمرز دو تو ووتر وذاوت انكريزنج اور ديكريزنج ذا افورت
تو اريجيت لارج اجريكالتشرال اريا. يعني ايه؟ ازاي المزارعين كمان بيقدر يروي الاراضي دي كلها من غير ما يبذل جهد فوق طاقته، من غير ما يحتاج ان هو يقعد يشتغل باليومين والثلاثه وبالاربعه. لا انا مش فاضي للكلام ده، انا عندي ارض كبيره عايز ازرعها وعايز ارويها، مش معقوله كل يومين ثلاثه عايز اروي الارض او كل يوم يبقى انا هبذل المجهود ده كله. يبقى لازم يكون في تنظيم للجهد وتوزيع للادوار. طيب ازاي بقى هنعمل ده؟ تعال نشوف مع بعض. الفيديو اللي قدامنا ده يا شباب بيبين لك احد الطرق القديمه اللي كانت بتستخدم زمان في ري الاراضي، وهي طريقه الري بالغمر. يعني ايه بالغمر؟ يعني يكب الميه كده ويقعد يحفر لها حتت تمشي فيها، والميه تمشي في الارض كلها وتلف حوالين النباتات ويروي الاشجار والنباتات. لكن في لها مشاكل كتيره. اولا بتهدر كميات كبيره من الميه، بمعنى الميه طول ما هي ماشيه عماله تتصرف في الارض وتتبخر في الشمس، الشمس تبخر الميه لفوق والارض تبلع الميه ويوصل منها للنبات كميه بسيطه جدا في النهايه. يعني تلاقي شوف ما يعني الميه عماله تتصرف في الارض وتوصل شويه للشجره دي وشويه للشجره دي، في الاخر بعد ما تكون ضاع اكتر من ثلاث ارباع الميه. ليه؟ لان الارض لها مسميات بتبلع الميه. فتبص تلاقي انت كده هدرت كميات كبيره من الميه في الاخر عشان تروي ايه؟ عشان تروي خمس ست شجرات، والميه مشيت مسافه كبيره جدا في الارض اهي محدش استفاد بيها، هي مجرد ان انا عماله تتصرف في الارض كده وخلاص. طب يبقى انا استفدت ايه؟ تمام؟ هو بيشاور له، هو بيقول له انت دلوقتي المسافه دي كلها الميه عماله تضيع وتتصرف في الارض وتضيع وانا ما استفدتش بيها حاجه، لكن لو انا كنت شلت كده الميه في حاجه وكبتها على الشجره على طول كان احسن لي. يبقى انت كده دي طريقه تعتبر مضره. عشان يطوروا من الطريقه دي ممكن يجيبوا مجموعه من الخراطيم او حاجه ويحاولوا ان هو ما يضيعش الميه فين؟ في الارض كده بالكميه دي. خلاص يبقى دي اول طريقه، ودي طريقه قديمه ما عادش الناس بيستخدموها الا اذا ما كانش في امكانيات، او كان مثلا زي ما تقول هو المواسير والحاجات دي بالنسبه له الارض كبيره فما عندوش التكلفه او ما عندوش الميزانيه ان هو يجيب المواسير دي. وبعد شويه تلاقي الارض برده شربت الميه والنبات ما شربش، او النبات ما حصلش على الميه اللي هو عايزها، لان الارض لو كانت رمليه ما تتصرف فيها لتحت تبعد عن الجذور على طول برده. يبقى انا برده استفدت ايه؟ برده استفدتش حاجه. يبقى لا النبات استفاد ولا انا استفدت والميه ضاعت. يبقى الطريقه دي ممكن تكون بتصلح كمان في الاراضي الطينيه، لكن في الاراضي الرمليه ما ينفعش. والنباتات اهيت والكائنات حتى عماله تدور على شويه ميه تشربها، الارض شربت الميه. طب يعني وبعدين؟ هل انا هستمر بقى على الوضع ده كده؟ اقعد افتح الميه بقى تاني واضيع ميه تاني؟ فهو قال لك لا، في حلول. هو جاب لك الحلول في صوره ايه؟ قصه جميله. بيقول لك ادم، في واحد اسمه ادم فيزيتد هيز جراند فاذر فارم، يعني زار المزرعه بتاعت جده، خلاص؟ ويتش از فول اوف فيلدز، مليئه بالحقول ومليئه بالايه؟ اند ايه؟ فاست اجريكالتشرال لاند، واراضي زراعيه ضخمه وكبيره. طيب وبعدين؟ اند هي ووز فيري امبريست، وكان مندهش جدا وذ ذا فيلدز بالحقول والجمال ده. اند سيت تو هيز جراند فاذر، وقال لي جده ايه بقى؟ ركز بقى في مرحله الكويشنز او التساؤل، لان كل واحد فينا بيجي له تساؤل. قال له هاو بيوتيفول از يور فارم، مزرعتك جميله جدا يا جدي، خلاص؟ ار يو ووترنج اول ذا فارم لاند اون يور اون، يعني هل انت اللي بتروي الاراضي دي كلها لوحدك وبتقعد تمسك الفاس كده وتدخل الميه وكده؟ طبعا الولد متخيل انه بيستخدم الطرق القديمه، فبيقول له وات ا هارد ورك فور يو، يعني اكيد انت تعبت جدا او بتتعب جدا عشان تعمل الحكايه دي. فالجد طبعا ضحك كده وقال له ايه؟ قال له ثانك يو ادم، شكرا يا ادم، بات ولكن اي دونت ميك ان ايفورت ان اجريكلتشر، يعني انا مش او عفوا ان اريجيشن، يعني انا مش ببذل المجهود اللي انت متخيله في الري. يعني خلاص فارمرز ار دوينج مودرن اريجيشن ميثودز، يعني بيستخدموا طرق ري حديثه ذات ايه بقى؟ ريلي اون تكنولوجي، بتعتمد على التكنولوجيا. يعني طرق الري الحديثه دي بتعتمد على وجود تكنولوجيا وضغط ميه ومواتير ومحابس واجهزه وعدادات، وزي ما انت شايف كده ايه الصور اللي احنا جايبينها دي بتبين الحكايه دي. طب ايه الطرق الحديثه دي؟ احنا مش فاهمين برضو. قال لك اي دو نوت اندرستاند، الولد بقى رد على جده قال له انا مش فاهم يعني ايه طرق حديثه في الري، هو الري محتاج طرق حديثه؟ فالجد قال له اه طبعا. تمام؟ فالواد بيقول له ايه؟ وات ار ذا مودرن اريجيشن سيستمز، ايه هي طرق الري الحديثه دي او انظمه الري الحديثه؟ فهيبدا بقى الجد يفهمه ويقول له ايه هي المودرن اريجيشن ايه سيستمز، زي ما انت شايف كده اللي بتعتمد على الخراطيم او المواسير دي. فالفيديو اللي قدامنا ده بيقول لك اهو المودرن اريجيشن سيستمز ار اوتوماتيك او سيلف اوبريتنج سيستمز، هي انظمه اوتوماتيكيه بتشتغل لوحدها، انت بتبرمج الجهاز او بتجره كده بس وهو يقعد يرش لوحده ويدور الخراطيم لوحده، تقعد تلف كده وترش الميه في الارض كلها، هو بيشغل نفسه بنفسه.
خلاص كده يبقى هو اوتوماتيك، تمام، من غير ما انت تشغله او انت اللي تتدخل في شغله. زي البروجرام بتاع الغساله الاوتوماتيك مثلا، انت بتحط فيها الهدوم وتتك على البرنامج انت عايز طريقه ايه او وقت قد ايه، وهي تشتغل لوحدها وتخلص لوحدها وتشفط المال لوحدها. فهو نفس الكلام كده. And they are occurring to the plant need for water. يعني يعني الطرق دي بتقدر انها مصممه او انها مبتكره عشان تقدر تدي للنبات احتياجاته من الميه. وانت بقى كل اللي عليك تظبطها كويس، وتبدا بس ان تحط العربيه اللي انت شايفها قدامك دي في وسط الارض وتشغلها وتحط الاسلاك حواليها، او لو انت عندك رشاشات زي اللي انت شايفها دي توصلها بالميه كويس وتدي لها ضغط الميه، وهي لوحدها كده هتلف 180 درجه 90 درجه. انت كمان بتحدد اتجاه الدوران بتاعها بطريقه معينه، انت وتسيبها شغاله بقى ساعه نص ساعه ايا كان لحد ما تروي لك وتنقلها من مكان للتاني. تبص تلاقيها لو انت عندك حقل كبير انت هتنقلها 4 مرات هتلاقيها ايه روت لك الحقل ده كله، بس ادي الموضوع كله. يبقى طرق الري الحديثه ما فيش احسن منها، وسريعه جدا ومتبرمجه انها ايه يعني تلبي احتياجات النبات من الميه خلاص، وتديها له بحيث ان النبات ما يبقاش محتاج بقى الارض كلها تتغرق ميه ولا حاجه. ولو انت في اخر اليوم عايز تشغلها كمان مره مفيش مشكله برضو، في النهايه هتلاقي ان انت ما استخدمتش حتى ربع الميه اللي كانت بتضيع في الارض وبتتبخر ديت، ما استخدم يعني ما هدرناش في الميه، ما ضيعناش الميه على الارض. يبقى الطرق الحديثه دي مهمه جدا يا شباب لو احنا فعلا بنحافظ على الميه وخايفين الميه تخلص خلاص. فبيقول لك انا عندي تو سيستمز او طريقتين، في طريقه بالتنقيط او الايه الدريب اريجيشن سيستم، نظام الري بالتنقيط، نقط كده تقعد تقع على النبات نقطه نقطه، فور بلانتس ذات دونت نيد ا لارج اماونت اوف ووتر. والطريقه دي للنبتات اللي مش بتحتاج ميه كتير، او تلاقي خرطوم كده معدي فوق النبات او جنبيه وبينقط جنبه كده نقط ميه خلاص. فالميه دي طبعا هتحافظ على رطوبه التربه حوالين النبات وحوالين الجذور، والنبات هيمتص الكميه دي والموضوع انتهى على كده خلاص. فموضوع بسيط يعني الري بالتنقيط ده لو النباتات صغيره مش محتاجه كميات كبيره من الايه من الميه. وزي ما انت شايف هي سلسله خرطوم متوصله ببعض، ولو انت جيت تشوف تكوينها ايه هتلاقي ان هو محبس ميه رئيسي زي اللي انت شايفه ده، وبيتبرمج بطريقه معينه بتدفع الميه بيديك ضغط ميه وبينتقل من جزء للتاني، وكلها قطع بلاستيكيه سهله يعني تقدر ان انت تركبها تقصها تقطعها زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى نظام الري بالتنقيط ده سهل، هو طبعا بيجيب شويه بنزين كده يغرس فيهم البلاستيك بحيث البلاستيك يبقى طري، ويقوم هو ضغطه جامد من غير يعني زي ما تقول ان البنزين او بيخلي البلاستيك يبقى قابل للتشكيل يعني، وممكن تكون دي ميه لا بنزين ولا حاجه، وبيبدا بقى ايه يزنقها جامد كده ويربط يبقى كده بحيث يطمن ان مفيش ايه تسريب ميه هيحصل. فانت خلي بالك لازم برضو ايه يبقى في واحد فني معاك، وهيثبت بقى الخرطوم في المكان بتاعه بمشابك كده في الارض، هيغرزها في الارض زي ما انت شايف بحيث تمسك الخرطوم ده مشابك كده تثبته. وبعد ما هيثبته في الاماكن بتاعته جنب النباتات هيبدا بقى يعمل تفريعات منه فرع كده، والفرع بيتعمل بالطريقه دي ان هو يقطع الخرطوم ده من مكان ويبدا يحط بالبنسه اللي معاه دي ويبدا يحط التفريعه اللي هو عايزها اهيت، هيرتبها وتطلع له فرعين، فرع رئيسي يكمل وفرع تاني جانبي اطلع منه فرع للنباتات اللي انا عايزها، ويضغطها ويركب بقى الايه الفتحات اللي انت شايفها دي والدبابيس الصغيره دي اللي هي اللي بتطلع اللي بتنقط الميه، بيركبها بكل بساطه وبيعمل خرم كده وبيقوم حاططها انها كلها حاجات بلاستيكيه سهله بقى انك تتعامل معاها. وساعات تحط الخرطوم الصغير ده مليان خروم اهو، بيقول لك لو انت عايز يعني مثلا النبات او شويه نباتات فانت محتاج ان الخرطوم ده يلف حواليهم، فبيقول لك انت هتخرم خرم كبير بالدباسه دي وهتحط الجزء ده بتركبه كويس، وتقوم حاطط الايه السلك اللي مليان خروم اللي انت عايزه الرفيع اللي عندك ده، وتلفه بقى اهو السلك اهو تلفه بقى حوالين شويه النباتات اللي انت عايزها. يبقى انت كده عملت تفرع للايه لشويه النباتات دول، او بيلف السلك الرفيع اهو حوالين النباتات، النبات ده والنبات ده، يبقى دخل شويه نقط دخل شويه نقط ويبدا ينظمها بطريقه معينه. والدبابيس اهي اللي بيثبت بيها الاسلاك في الارض، يعني الموضوع مش صعب، شويه اسلاك يعني وخراطيم كده خايبه يعني ما الموضوع بسيط يعني. والجميل فيها انها حتى لو باظت او انت بتاخدها ترجعها المصنع يسيحها ويعملها بخراطيم تاني، وممكن تدخل الخرطوم في لو عندك قصيص زرع كده تدخله فيه وتحط عليه التراب، وبرده تخلي نظام الري يوصل للايه للنباتات اللي في القصيص ده. يعني الموضوع جميل ومرن، وممكن وتشغل بقى الميه تلاقي النقط عماله تنزل اهي، يبقى انا كده استفدت اهو وما هدرتش ميه، بمجرد ما فتح الميه الميه اتوزعت على النباتات كلها، ولا بقى هدرت ميه ولا اي حاجه، وبالعكس انا كده وفرت ميه وزودت كفاءه الري بتاعي.
الطريقه الثانيه اسمها ايه بقى؟ زر ار بقى سبرينكلر اريجيشن، او الري بالرش، انك ترش ميه بقى بضغط قوي كده والرشاشات تقعد تتحرك وتمشي، وده لو كان النبات نيد مور ووتر، النبات محتاج ميه كتير بقى زي المحاصيل الزراعيه بقى اللي احنا بنكسب منها، الطماطم والبطيخ اللي هي مليانه عصاره ومليانه سوائل محتاجه ميه كتير، والرز محتاج ميه كتير، فانت ممكن تستخدم الري بالرش. وفي الحاله دي زي ما انت شايف ممكن اجيب جهاز واحد بدل ما اقعد بقى، لو انا عندي ارض طويله كده تقدر تقول لي هقعد اجيب خراطيم بقى كام متر من الخراطيم وسعرهم هيبقى قد ايه؟ طبعا مش هينفع، تبقى غير عمليه، فالحل ان انت تجيب خرطوم واحد كبير والجهاز اللي بيقعد يرش ده، والجهاز ده هيقعد يلف كده يرش الارض مرتين ثلاثه في اليوم والموضوع انتهى، بدل ما تقعد تحط الخراطيم. يبقى في الحاله دي، او الرشاشات اللي احنا شفناها من شويه، يبقى في الحاله دي انت عندك حلول ثانيه مبتكره وبديله للرش، اللي هي الري بالرش، علشان انت عايز النبات عندك محتاج ميه اكتر. والري بالرش بقى بيختلف من دولة للتانية ومن منطقة للتانية ومن جهاز للتاني، وكل جهاز له سعره وكل جهاز له تكلفته والمدى بتاعه وضغط المية المناسب اللي لازم تديهوله. يعني ما تفرحش ان انت اشتريت الجهاز وتيجي بعد كده تفاجأ ان لازم ضغط مية معين وانت ما عندكش المواسير ولا البنية التحتية للمواسير اللي كافية انها تديله الضغط ده. فما يعني ما تروحش تشتري حاجة الا وانت عارف كويس قوي ان امكانيات الارض بتاعتك تكفيها. وبرضه لو افترضنا ان ده جد الواد ادم، فهياخده معاه يفرجه ويوري له الجهاز الجميل ده، مجرد مجموعه من المواسير كده وماشي على العجل، وفي جرار بيجرهم ويوصل لهم ميه، ويبداهم فيهم رشاشات موجوده تحت هي لونها ازرق، هو طبعا بيركب الجهاز، كل ده بيفرد الجهاز بس يفرده. تخيل ان الجهاز ده ممكن يروي قراط او فدان ارض كامل في نص ساعه، شايف يمشي ازاي؟ وطبعا ده الخرطوم اهو بتاعه، انت بتمد الخرطوم لحد المكان اللي بيجي لك منه الميه وتشغل الجهاز، شايف؟ والجهاز يقعد يلف ويروي النباتات. شوف بقى ممكن يوفر عليك قد ايه لو كنت انت فتحت الميه وعايز تغرق الارض دي كلها بالميه. طب هل كنت هتقدر تعمل كده؟ لا طبعا. هل كل النباتات كانت هتشرب ميه؟ لا برضو، كنا هنهدر كميات ميه رهيبه فعلا. لكن انا لما اعمل الري بالرش اللي انت شايفه ده، انا كده استفدت وقدرت ان انا اوفر ميه كتير. فبقول لك these systems regulate the irrigation process، الأنظمة دي بتنظم عملية الري كويس قوي، بتنظمها وتخليها عملية كفاءة، في كفاءة في الري، and increase the quality of the crop، وبتزود جودة المحصول، and reduce the effort، وبتقلل المجهود expended in irrigation large agricultural land، يعني بتقلل المجهود اللي انت بذلته عشان تروي اراضي زراعيه ضخمه وكبيره جدا. بدل شوف كنت هتجيب كام واحد وتدفع لهم فلوس قد ايه وتتعب قد ايه عشان تروي من غير الانظمه دي، طبعا ما ينفعش، لا كده افضل، انت مستفيد في كل الجوانب. فانت لازم تعرف اسمين الاسمين بتوع الانظمه الحديثه، والمميزات دي تحفظها لي زي اسمك، لان ممكن تتسال فيها في الاختبار. مش معنى ان هو اوبتيكال اكتيفيتي ان انا ما استفادش منه او ان انا ما اتسالش فيه، خلاص. يبقى اهم حاجه تحفظ لي المميزات اللي قدامك دي، انها بتوفر لي الجهد، بتزود جوده المحصول، وبتوفر في الميه، وبتساعدني في ري الاراضي الكبيره زي ما انت شايف بيحركوا العجل بالراحه اهو علشان يوصلهم للايه؟ يروا الارض كلها. وتحفظ لي الاسمين اللي هيظهروا قدامك دلوقتي، اللي هم الري بالتنقيط والري بالرش، اللي هي الدريب اريجيشن والسبرينكلر اريجيشن. دول احفظهم، لان هم دول في انظمه طبعا ثانيه، واحنا خدنا الانظمه اللي فاتت اللي هي الهيدروبونيك سيستمز وكده، برضو عايز تقولها قولها ما فيش مشكله، اللي هي ما بنستخدمش التربه، احنا بنستعوضها بمحلول مائي، فبرضو دي ممكن تقولها لو عايز. خلاص يا شباب اعزائي الطلاب، وبكده نكون خلصنا الفيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتم، واتمنى تشتركوا معايا في القناه. سعدت وتشرفت بيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.